هذه أرباح حققتها من الطريقة التي سأشرحها لكم، تقريبا 610.50 دولار من ترافيك مجاني أو زيارات مجانية بدون امتلاك موقع من أقوى طرق قريبة من الإنترنت. تابعنا في هذا الشرح الحصري. مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الإنترنت من أقوى دروس ربح من الإنترنت للمبتدئين، وأيضا يمكنك العمل بالهاتف بطريقة بسيطة. أول شيء قبل بداية الشرح أرجو أن تشتركوا في هذه القناة، تفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد عن القناة، أيضا تعليق في أي شيء أو طرح أي تساؤل قم بوضعه أسفل التعليق. وإذا أردتم إخواني أن نرجع المسابقة التي كنا نضعها من قبل فقط قموا بوضع تعليق وإن شاء الله سألبي طلبكم بإذن الله. نبدأ الشرح على بركة الله. هذه الأرباح التي حققناها كما شاهدتم في بداية الفيديو أكثر من 610، والترافيك إخواني تقريبا 3205. سأريكم كيف حققناها بطريقة بسيطة. أول شيء أحتاجك أن تقوم بالدخول إلى هذا الموقع، كل الروابط سأتركها لك أسفل الوصف، واضغط على Get Started أو تسجيل من هنا. بعدها قم بملء البيانات، وهذا الموقع يقبل كل الدول العربية، وهنا الإيميل User Name Password إعادة Password، وهنا تختار I am an affiliate إخواني، بعدها I have read، وتضغط على Continue. بعدها تفتح حساب إخواني هنا كما قلنا إخواني. بعدها ستدخل إلى الحساب، وهنا كما تشاهدون إذا قمت بالتوجه إلى الماركت بلايس ستجد هذه البرودكت التي يمكنك تحقيق منها أرباح لا بأس بها. كما تشاهدون هذا المنتج تقريبا 52. إذا توجهت إلى popularity يعني الأكثر مبيعا كما تشاهدون ستجد هذه المنتجات المتصدرة لنتائج البحث. إذا توجهت إلى المنتجات كما تشاهدون إنجليش أكثر من تقريبا 1000 منتج، وهنا يمكنك ديجيتال برودكت مثلا إذا أردت أي شيء تستطيع اختياره من هنا. هنا مثلا سنختار شيء نروج له مثل كتاب أو أي شيء خاص، مثلا فود أند درينك. أو شيء خاص بإنقاذ الوزن إخواني. إذا قمنا بالتوجه إلى سيبلوما أنتال هيلت، كل هذه المنتجات يمكنك الترويج لها. إذا عدنا هنا وقمنا بكتابة لوز ويت مثلا كمثال فقط، وتضغط على بحث ونشاهد ماذا سيظهر لنا. شاهد إخواني كل هذه المنتجات يمكنك تحقيق أرباح منها لا بأس بها، خاص بويت لوز إي بوك، هنا 18 أرباح، هنا سيل ديت بلان، هنا 54 دولار لهذا المنتج. الكثير من المنتجات يمكنك تحقيق أرباح. هذا المنتج إخواني أكثر من 159 إخواني دولار من هذا المنتج، وهو كتاب جديد سنقوم بالترويج له. تضغط على بروموت وتقوم بنسخ الرابط، وتشاهد أنه عبارة عن كتاب خاص بإنقاص الوزن كما تشاهدون، القشرة الأبدية، المكملات الغذائية، ليس إنقاص الوزن 100%. نكتفي مثلا بهذا المنتج إخواني، أكثر من 18 دولار لكل مبيع. أيضا توجد كتب كثيرة لإنقاص الوزن هنا إخواني، تستطيع تحديد مثلا من هنا البروبريتي لكي تختار منتج جيد. هنا مثلا هذا هو المنتج الجيد سنقوم ببيعه. جيد، اضغط على هنا يطلب منك الموافقة. وهذا الكتاب اخواني 18، ساختار هذا الكتاب واقوم بالترويج له. اضغط على كوبي، هذا هو الرابط الذي سنقوم بالترويج له ونحقق ارباح تقريبا 18.53 على كل مبيع. الآن أين سنقوم بالترويج؟ توجد طرق كثيرة للترويج إخواني. اليوم إخواني سأختار لك طريقة الترويج المجانية. إذا أردت الترويج المدفوع سأقدم لك إحدى الطرق التي أستخدمها، من بينها إخواني مثلا إنشاء موقع خاص بالأفيليات. مثلا هذا الموقع كما تشاهدون شامل فيه كل الأشياء الخاصة بالريفيو والأفيليات. إذا توجهت إلى الموقع ستجد أنني راجعت الكثير من المنتجات سواء خاصة بكليك بانك أو أي شيء إخواني، بمقالات فقط وكتب أستطيع وضعها، ونبدأ بتحقيق الربح إخواني من هذه الكتب. كما تشاهدون الكثير من الأشياء الخاصة ب
المنتجات الرقمية ومراجعة منتجات خاصة بإنقاص الوزن وكل شيء. إخواني كما تشاهدون الكثير الكثير من المنتجات. جيد، هذا بالنسبة للطرق المدفوعة. أستطيع إنشاء مقالة ووضع الكتاب فيها وقوم بالترويج لها إخواني، وهنا إخواني ستقوم بتحقيق أرباح لا بأس بها. أيضا نحن نقدم خدمة إنشاء موقع يحقق لك الزيارات من جوجل وتبدأ في الربح من آدسنس وأيضا الأفيليت. فقط تواصل معنا في حسابنا الفيسبوك والإنستغرام وسنقدم لك الخدمة. هذه بالنسبة للطريقة المدفوعة. الطريقة الثانية وهو أريدك أن تتوجه إلى هذا الموقع، وإذا توجهت إلى فري برودكت ستجد فري إي بوك، تستطيع تحميل آلاف الكتب إخواني خاصة بإنقاص الوزن، خاصة بأي شيء تريد إخواني. يعني كل يوم يضع منتجات قوية أنت تستطيع الاستفادة منها. نحن سنستفيد من شيء مهم، وهو أن هذا الموقع يقدم لك جول. عند تسجيل ستستفيد من 2 برودكت جول. تضغط على ريجستر من هنا إخواني وتفتح حساب إخواني فري ممبر شيب، هنا مثلا فري ممبر شيب، وتقوم بالضغط على create account. وهنا إخواني ستنشئ الحساب الخاص بك بطريقة بسيطة، فقط تستخدم موقع مثلا تومب إيميل هذا الموقع. إذا وجدت مشكلة تستطيع استخدام هذه الإضافة التي سأترك لك الرابط الخاص بها. قم بحذف كل شيء من ضغط من هذا الخيار، بعدها ادخل إلى تومب إيميل وقم بنسخ الإيميل الذي يقدمه لك. وهنا إخواني قم بوضع الإيميل هنا، وهنا إخواني ستقوم بكتابة الإيميل كما هو. هنا ستقوم بكتابته كما هو. بعد كتابة الإيميل كما هو تضغط على I am not robot وتضغط على next. هنا أنت فتحت تقريبا حساب، ستأتيك رسالة في الإيميل الخاص بك. اضغط على verification واختر هنا open. سأترك لك كل الروابط. هنا ملء البيانات، تستطيع وضع أي شيء لا يهم. بعد الانتهاء إخواني اضغط على next، وهنا سيتم دخولك مباشرة إلى الأريا. اضغط على click here، والآن تعال ولتستفيد من الشيء الجيد إخواني، وهو 2 product gold. قم بكتابة مثلا lose weight هكذا في خانة البحث، واترك الموقع يبحث لك على أفضل الكتب. اضغط على search، شاهد ما سيحدث، سيقدم لك كورسات كتب أي شيء. هذا عبارة عن discover easy keto diet، وهنا أيضا فيديو، وهنا فورميلا كتاب خاص بإنقاص الوزن. كل هذه الكتب إخواني قوية جدا. أيضا تستطيع الضغط على let product، ستجد أحدث البرودكت التي ستجعل أي شخص إخواني يقوم بتحميل كتاب الخاص بك. لكن لا تستطيع البحث، فقط انزل إلى الأسفل وشاهد الكتب وقم بتحليلها. إذا وجدت الكتاب حسب النيتش الذي اخترته يمكنك العمل عليه. مثلا هنا كتب ربح المال وكتب Explain Code خاصة بالبرمجة. مثلا إخواني أنا عجبني هذا الكتاب اكتشف الأغذية الصحية لاتباع حمية جيدة، أضغط على Open. هذا كتاب أول. هنا سأقوم باختيار الكتب ذات جودة عالية. مثلا سأختار أيضا هذا الكتاب في بداية الأمر، مثلا Open. شاهد إخواني لدي You have two gold download، وهذا الكتاب في الحقيقة إخواني ب 4.90 دولار، يعني ثمنه هكذا. تضغط على داونلود، سأحمله مجانا، وشاهد أنه يتم تحميله لأن الموقع يقدم لك كتاب مجاني. جيد، الكتاب بالحقوق وكل شيء. شاهد إخواني كل هاته إخواني يمكنك بيعه، يمكنك التعديل عليه، يمكنك عمل أي شيء له. إذا عدنا إلى الكتاب الثاني الذي قمنا بتحميله، أضغط على أكتياليزي، ستجد أنه تم تحميل 1 جول، بقي 1 جول. هذا الكتاب ب 9.90 في الحقيقة. أضغط على الداونلود وسأقوم بتحميله. وهكذا إخواني تقوم بتحميل الكتب واحدة تلو الأخرى. شاهد إخواني الكتاب بدأ في التحميل. إذا ضغطنا على هذا الخيار شاهد أنه بدأ في تحميل الكتاب كما تشاهدون. يعني لدي كتابين، كل كتاب إخواني بثمن معين حملتهم مجانا، سأقوم بالاستفادة منه بطريقة قوية جدا. تابع جيدا كيف سأعمل.
هنا مثلا تم تحميل الكتاب الأول والثاني، أضغط على أوبن، أنا سأجرب الكثير من الكتب لكي أحقق المبيعات. أضغط على زر الفأرة الأيمن ثم تحميل برنامج الوينرار وأختار إكستراكت، هذا الخيار الثالث. بعدها أدخل إلى الكتاب، وهنا أدخل إلى الكتاب كما تشاهدون، هذا هو الكتاب، حقوق البيع وكل شيء. إذا قمت بعرضه في متصفح كروم لكي نشاهد هذا الكتاب على ماذا يتحدث، فهو يتحدث إخواني على إنقاص الوزن وكل شيء. جيد، الخطوة الثانية أو الثالثة التي سنحتاجها، أتركك إلى التوجه إلى هذا الموقع sajda.com، أضغط على Edit وأختار هذا الخيار، بعدها أحمل الكتاب من هنا وأقوم إخواني بالتعديل عليه، تعديل بسيط جدا. هذا هو الكتاب الخاص بي. جيد، كما تشاهدون كتاب خاص بي. أتوجه إلى جوجل ترانزليشن وأقوم بتحويل الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية. هنا إذا عدنا إلى الخطوة الأولى وهي اختيار منتج، هذا هو المنتج إخواني، منتج خاص بإنقاص الوزن، يعني منتج. إذا دخلنا إلى المنتج هكذا نضغط هنا فقط، هنا سيقدم كليك هير فور افيليت تولز. شاهد إخواني الأفيليت تولز الخاص بهذا الموقع ليست شغالة. جيد، أفيليت سيبور سيل بيج، هذا الكتاب على ماذا يتحدث إخواني؟ سيكري، شاهد إخواني عبارة عن كشف الأسرار، تناول المزيد من الكربوهيدرات كي يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن. جيد، هذه الكلمة سأقوم بنسخها كما هي هكذا. أعود إلى sajda.com لأعدل الكتاب هنا إخواني. بعد تعديلنا للكتاب لا نضع أي شيء، نأتي إلى آخر الكتاب إخواني هكذا في آخر صفحة، وأضغط على التكست من هنا وأقوم بالضغط هنا هكذا، وهنا أحدد الخيار، مثلا أريدها صغيرة نوعا ما، مثلا 12 هكذا، وأقوم بنسخ كل الكلمات التي أريدها. هنا أستطيع التعديل مثلا الفونت كما أريد إخواني، شاهد أي شيء أريده أستطيع تعديله، الكولر أي شيء، أنا سأتركها بهذا اللون وأعتقد أنها جيدة هكذا، فقط سأقوم بوضعها في الوسط هكذا. بعدها ماذا سأفعل إخواني؟ سأعود إلى الرابط الذي سأروج له كوبي لينك، أو تعود من هنا وتقوم بنسخ الرابط الخاص بالترويج كوبي لينك. جيد، وأعود أستطيع اختيار أي منتج، أعود إلى السجدة وأختار هنا لينك، سأجدها في الأعلى لينك هذه، وأقوم بتحديد هذه كلها إخواني، وأقوم بوضع اللينك هنا إخواني، كنترول V وأضغط على Enter. جيد، تم إضافتها هنا كما تشاهدون، أضفت اللينك. أستطيع إخواني إضافة أيضا نفس الشيء مثلا هنا، أختار مكان معين وأقوم بإضافتها في كم من صفحة. بعد التعديل وإضافة الرابط كما تشاهدون أضفته في أماكن عدة في الكتاب. إذا عدنا إلى الكتاب ونقوم بفصل الأماكن، لم أكثر فقط وضع ثلاثة هنا رابط، وتقريبا رابطين على ما أعتقد أو ثلاثة، وهنا أيضا رابط، وفي الأسفل رابط يعني آخر مقطع. أضغط على أبليكي تشانج وأنتظر إخواني، أنتظر لتحميل داونلود فايل، أضغط على تحميل، يتم تحميل الملف الجديد. جيد، أصبح الملف الجديد. جيد، نقوم بفتحه لكي نتصفحه إخواني. أضغط على Open with Google Chrome أو أي برنامج يشغل لك البي دي اف. وهنا إخواني كما تشاهدون إذا عدنا إلى الكتاب هنا سنقوم ب، شاهد هنا إذا ضغطت هنا شاهد ماذا سيحدث، يتحول إلى صفحة المبيعات. جيد، نعود من هنا نقوم بتصفح آخر مقطع سيكري مور كارب، أضغط هنا يتم تحويل إلى رابط إحالة. الآن إخواني لدينا ملف فيه رابط أفيليت وسنربح منه. ما هو الموقع الذي نروج له؟ سنستهدف إخواني من أقوى المواقع الخاصة بالربح من الانترنت إخواني، ليس الربح
الترافيك الذي يصل الترافيك الخاص به تقريبا 200 مليون زيارة شهرية. موقع عملاق إخواني شاهد هنا وصل في بعض الأحيان 204 220 185، يعني موقع قوي جدا. تفتح حساب فقط بالضغط على هذا الخيار وتقوم بتسجيل حساب عادي بالجيميل إخواني أو بالفيسبوك بأي برنامج تعمل عليه أو أي موقع تواصل اجتماعي، قم بالدخول مباشرة إلى أحد المواقع الخاص بك. وهنا إخواني في هذه الطريقة سأريك أشخاص كثر يعملون بنفس الطريقة. مثلا هذا الشخص وضع كتاب خاص بإنقاص الوزن، هنا أكثر من 100 يوم تنقص الوزن، قمت بفتحه وشاهدت أن الشخص يقوم بوضع رابط لموقعه لكي يتحصل على أرباح من أدسنس. شاهد إذا نزلنا إلى الأسفل وشاهدنا هنا رابط أفلييت أو رابط موقعي. شاهد إخواني هذا موقعه، إذا دخلت هنا إعلانات موقع سكريبت إخواني، إذا كان الشخص ليس لديه حساب مدفوع تطلع الإعلانات، ستشاهد كيف سيحولنا إلى رابط موقعه. هنا شاهد أضغط هنا يتم تحويل إلى موقعه، موقعه فيه متجر يبيع فيه يربح من أدسنس وكل شيء إخواني. هنا $4.49 8.99، يعني الطريقة قوية ويشتغل بها أشخاص كثر. وإذا شاهدت أن هذا الملف أكثر من شخص إخواني قاموا بتحميله ومشاهدته، أكثر من 28,000 مشاهدة لهذا الكتاب. تصور معي إذا قلنا فقط 10 أشخاص إخواني قاموا بالشراء من هذا الموقع، تقريبا لديه منتجات إخواني تصل إلى $49، 10 منتجات تقريبا ب $500. هذه بالنسبة للمنتجات وإعلانات أدسنس وأشياء كثيرة. أنت افتح حساب سيظهر لك هكذا. ما تفعله؟ اضغط على أبلود، ولكي تنجح معك الطريقة ستقوم بملء بتحميل وتحميل وتحميل كم من كتاب. هنا يخبرك أنك يمكنك تحميل كتاب، وأيضا شيء مهم أنه أندكس ويذ جوجل أند أذر سيرش أنجين، يعني سيتم أرشفة الكتاب الخاص بك وكأنه في موقع خاص بك. يمكنك الإمبيد أو تحميله في الفيسبوك مباشرة بهذا الرابط الذي سيقدمه لك الموقع. اضغط على سيلكت دوكيمنت وعد إلى داونلود الملف المعدل، هذا هو الملف المعدل. اضغط على أوبن وهنا مثلا أضيف 2024 فور مثلا فري، الكتاب سأقدمه مجانا فور فري هكذا هكذا. وهنا مثلا الديسكريبشن سأعود إلى IDPLR إخواني وأقوم بأخذ الديسكريبشن الخاص بهم. هذا يشرح لك الكتاب على ماذا يتحدث وكل شيء، يعني ديسكريبشن احترافي. سأقوم بأخذه إلى غاية هنا كوبي، بعدها إخواني أقوم بالتوجه مرة أخرى وأقوم هنا تري أوغان، أضغط على بيست. جيد، وضعت ديسكريبشن. أستطيع إضافة رابط إحالة هنا لكن لا أنصحك بذلك. أوبس، there is a problem. جيد، يوجد مشكلة، سنقوم بتحميله بطريقة أخرى. المهم إخواني هنا بعد تحميل الكتاب، أنا أستخدم في VPN لذا لم يتم تحميله. ستحمل الكتاب إخواني وتأتي إلى البيبليك بروفايل، ستجد الكتاب الخاص بك دوكيمو أبلود، ستجد كل الكتب التي تم تحميلها إخواني. هذه إكسبيور ريفيو كما تشاهدون، بعض الكتب التي حملتها وحققت أرباح من كليك بانك. هنا بعد التحميل ستأتيك زيارات، تستطيع أيضا استخدام موقع آخر وهو تابع لهذا الموقع. إن شاء الله في الفيديو القادم سأقوم بشرحه، يعني طريقة قوية. إذا وجدت أي تساؤل ضعه لنا في التعليق. في آخر الفيديو ما علي إلا نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.